أنا لو كنت جهاد إسلامي، لو كنت جهاد إسلامي، بدي أحط منصة صواريخ جنب أولادي؟ أنا بدي أضر أولادي يعني؟ يعني لدولة الاحتلال؟ هاي الدار إيش الفرق بينها وبين إيش قد إيش البعد؟ إيش البعد اللي بينها؟ يعني متر 5 متر أنا بدي أحط بدي أضر أولادي أنا؟ بضرش أولادي، لو كنت، ولكن هذا الدعاء من دولة الاحتلال بمزاعم كذب كلها